السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم سام السويد. البودكاست ألقاب دوري أبطال آسيا. قبل يومين توج فريق أوراوا ريدز بلقب الثاني ملك القارة الصفراء. خلونا نتابع الفرق الأكثر تتويجا لدوري أبطال آسيا. أول شيء خلونا نشوف أبطال البطولة. هل فرق توجت ببطولة آسيا والنسخة الأخيرة توج فيها الفريق أوراوا ريدز الياباني، ومن خلال الصفحة الرسمية لدوري أبطال آسيا سجل الأبطال سايتاما يطمح نادي الهلال السعودي، وأوراوا ريدز دايموندز الياباني في تسجيل إنجاز تاريخي من خلال الفوز باللقب الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد. توج فيها الفريق الياباني أوراوا ريدز ووصل اللقب الثالث، وهرد لك للهلال السعودي من بعد تتويج فريق أوراوا أصبح ملك دوري أبطال آسيا. خلونا نشوف تاريخ نظام دوري أبطال آسيا. نبدأ أول شيء نظام دوري أبطال آسيا سابقا، يعني بدأت عندنا في قارة آسيا في بداية التسعينات، ولكن الاحتراف في أواخر التسعينات أو بداية الألفية هني بدأ الاحتراف. خلونا نتعرف أكثر للبطولة. دوري أبطال آسيا هي بطولة كرة قدم آسيوية ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1967 لأفضل أندية كرة قدم في آسيا. يعني قبل 2003 كانت البطولة تسمى ببطولة الأندية الآسيوية، من 2003 دوري أبطال آسيا. يعني المفروض خلاص هذه بطولة روحها، وهذه بطولة جديدة لأن نظامها مختلف. مثل ما ذكر ويكيبيديا كانت البطولة منذ 1967 حتى 2002 تلعب في أدوارها الأولى بنظام خروج المغلوب، وفي أدوارها النهائية بنظام التجمع استضافة ما عدا بعض المواسم. وقيمة المباراة النهائية بنظام ذهاب وياب، وكان يشارك فيها بطل الدوري لكل دولة فقط للمسابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض الفرق العربية مواجهته في عام 1970. رفض فريق اللبناني ضد الفريق الكيان الصهيوني في دور نصف النهائي، وبالتالي ذهب مباشرة إلى النهائي في عام 1971. يعني كانت في مشاكل في البطولة في بدايتها من 1967 ل 1972، يعني البدايات كانت فوضى بصراحة. فما أدري كيف يعني هذا السجل دخل لتاريخ دوري أبطال آسيا في لوائح للمسابقة للفرق المشاركة. ما كانت البطولة احترافية، بداية البطولة في عام 2003. مثل ما شايفين تصنيف الاتحادات وتوزيع المقاعد، تقييم الاتحادات قبل بداية النسخة القادمة، ويتم تقييم العشر اتحادات المشاركة مما يمكن تعديل المقاعد وفقا لنتائج التقييم تحقيق معايير متطلبات دوري أبطال آسيا. يعني أنا أعتبر دوري أبطال آسيا البداية الفعلية للبطولة عام 2003، لأن قبل عام 2003 كان فيه تخبط، ما كانت فيه لوائح، ما كان فيه معايير للبطولة، وايد فرق ما شاركت. فالمفروض الاتحاد الآسيوي يفصلون دوري أبطال آسيا عن البطولة السابقة اللي كانت باسم بطولة الأندية الآسيوية. المفروض بغيت أشوف سجل أو تاريخ للبطولة، ماشي جدول المقاعد، يعني في تنظيم، في لوائح، في اتحادات للفرق المشاركة، 10 دول لشرق آسيا و10 دول لغرب آسيا. فخلونا نشوف الفرق الأكثر تتويجا للبطولة باللون الرمادي. الفرق اللي توجت خلال فترة بطولة الأندية الآسيوية وباللون الذهبي للبطولة أو بالمسمى الجديد دوري أبطال آسيا. فليش أوراوا لقب بملك آسيا؟ لأن الفريق توج ثلاث نسخ بالمسمى الجديد والأكثر تتويجا خلال هالفترة.
فنبدأ بالأكثر تتويجاً، الهلال توج بأربع ألقاب، لقبين دوري الأندية الآسيوية ولقبين دوري أبطال آسيا، وراوة ثلاث ألقاب بالنسخ الجديدة، وفريق بوهانج ستيلرز بثلاث ألقاب، لقبين لبطولة الأندية الآسيوية ولقب دوري أبطال آسيا، وأربع فرق فازت بلقبين بالنسخة الجديدة، الاتحاد، جيانغزو وجومبوك وأولسان هيونداي، السد لقبين بالنسخة الجديدة والسابقة، فريق من كيان الصهيوني وتاي فارمرز بانك وسوون لقبين من النسخة السابقة، لقب واحد من النسخة الجديدة، العين، غامبا أوساكا، سيونغ نام، وستن سيدني وكاشيما، ولقب واحد بالنسخة السابقة، عدة فرق، فرق إيرانية، فرق في فريق ياباني، لأن البطولة السابقة ما كانت فيه معايير، فنلغي البطولة السابقة، بطولة الأندية الآسيوية، فخلونا نشوف الأندية اللي توجت دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة. فاللقب الأخير توج فيها أوراوا ريدز، فكملت النسخة 20 سنة من 2003 ل 2023، 13 فريق، 13 فريق توج بالنسخة الجديدة، العين، جامبا أوساكا، بوهانغ ستيلرز، سوونغهام، السد، وسترن سيدني، كاشيما، هذه الفرق توجت مرة واحدة. الفرق اللي توجت مرتين فريق الاتحاد، غوانغسو، أولسان هيونداي، والهلال. الفريق الأكثر تتويجا بالنسخة الجديدة فريق أوراوا ريدز دايموندز بثلاث ألقاب، ملك دوري أبطال آسيا. هذا كل شيء، إن شاء الله في الفيديوهات الجاية بعرض عليكم نظام القرعة للنسخة الجديدة 2024 وقرعة المجموعات، والعين بيكون في أي مجموعة، هذا إن شاء الله بعد بعرض عليكم في الأيام الجاية، ومشاركات العين بين الإنجازات والإخفاقات، هذه كلها إن شاء الله في الأيام الجاية بعرض عليكم من خلال البودكاست. ألتقي بكم إن شاء الله الفيديوهات الجاية، في أمان الله. Oh, yeah.